موسم أفلام عيد الأضحى السنة دي موسم مميز جدا، في إشادة من قبل النقاد والجمهور، أعمال متنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا زي فيلم ولاد رزق 3 والنجم أحمد عز وأسر ياسين وعمرو يوسف وعصابة الماكس لأحمد فهمي وأهل الكهف لخالد النبوي، كمان فيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام، وكلها أعمال مميزة. الحقيقة أنه الموسم ده موسم مميز جدا، انطلق مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة كده ونعرف تفاصيل مع الناقد الفني علي الكاشوطي اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني موسم متنوع ومميز، الجمهور الحقيقه مبسوط من النجوم اللي موجوده، مبسوط انه كمان في خلينا نقول بطولات جماعيه موجوده بشكل كبير جدا. شايف الموسم السنه دي الافلام عيد الاضحى المبارك شايفه ازاي؟ هو الحقيقه ان هو موسم، اقدر اقول ان هو موسم ضرب نار او يعني ساخن جدا، لان هو مجموعه الابطال المختلفين اللي موجودين في مختلف الافلام اللي موجوده في السينما حاليا، وهم حوالي 4 افلام بالاضافه للافلام اللي سبق وتم طرحها قبل موسم العيد، كلهم نجوم كبار. والحقيقه ان هو رغم حجم الايرادات الكبير اللي موجود حاليا في الايام القليله اللي تم فيها عرض الافلام، لكن برضه هم في ظروف استثنائيه ما بين ان اغلب الطلبه عندهم ثانويه عامه وبيذاكروا، ما بين الاجواء الحاره اللي كنا عايشين فيها الفتره اللي فاتت، كل الحاجات دي اعتقد انها كانت يعني ظروف استثنائيه مختلفه. فهنشوف ان شاء الله بعد العيد وبعد انتهاء موسم امتحانات الثانويه العامه وتحسن الجو، اعتقد هنشوف هيكون في ايرادات مختلفه وهيبقى في تعاطي مختلف مع الافلام اللي موجوده حاليا. انت وصفته بانه موسم ضرب نار، اسامي تقيله، ابطال كبار ونجوم كبار. نبدا معاك كده استاذ علي بفيلم ولاد رزق، فيلم يعني مهم، جزء ثالث، شايف الفيلم ازاي؟ تكوينه وتركيبه كمان الابطال اللي فيه. طبعا هو ولاد رزق استكمال لنجاحات الجزء الاول والثاني من الفيلم، وهو الحقيقه يعني بحب اقول ان هو يعني فيلم ضامن جمهوره. يعني الشريحه العمريه اللي كانت عندها 10 سنين في الجزء الاولاني هم دلوقتي 20 سنه. فبالتالي هو ضامن ان هو عنده جمهور ورصيد عند الناس من بدري، وبيزود بقى عليه الجمهور الجديد اللي يقدر يحب يخش الفيلم. طبعا الفيلم فيه عوامل جذب كبيره جدا، يعني ما بين حجم النجوم اللي موجودين وشعبيه نجوميتهم، سواء احمد عز او عمرو يوسف او اضافه احمد اسر ياسين وعلي صبحي واحمد الرافعي، النجوم ليهم كلهم شعبية كبيرة وليهم حضور وكاريزما. الفيلم يعني ليه عالم خاص يخص ولاد رزق بمفرداته وبطريقة كلامه وبشكل ملابسه بأماكن تصويره، ففي عوامل كتير جذب بصراحة مهمة يعني للجمهور. يعني معلش يا استاذ علي ارجع بس لنقطه حضرتك قلتها، فكرني اول جزء كان من كام سنه؟ يعني حضرتك قلت الجمهور اللي كان عنده كام سنه؟ 10 سنين. لا، اللي عنده 10 سنين بقى دلوقتي 20 سنه. يعني الجزء الاولاني كان من حوالي 9 سنين. ما شاء الله الايام بتجري بسرعه برضه. طيب استاذ علي، ده بالنسبه لفيلم ولاد رزق في الجزء الثالث. طيب بالنسبه لفيلم ولاد رزق، يعني في حقيقه بعض الحاجات اختلفت فيه، لكن كمان في فيلم زي فيلم عصابه الماكس، شايف الفيلم واحداثه، شايف تعليقات الناس حتى الان عليه ايه؟ يعني طبعا هو الموسم احنا متقسم السنه دي، يعني هم 4 افلام، ولكن الاكشن والاكشن الكوميدي او اللايت كوميدي هو اللي مسيطر بشكل كبير، سواء في عصابه المكس او في اللعب مع الكبار. يمكن اهل الكهف تيمة مختلفه او يعني نقدر نقول نوعيه مختلفه من السينما
اللي هي ممكن نقول عليها مش مناسبه للعيد شويه، ولكن الكوميدي الاكشن او اللايت اكشن هو اللي موجود بشكل كبير سواء في اللعب مع الكبار او عصابه المكس. طبعا عصابه المكس برضو من الافلام اللي نقدر نقول ان هو بطوله جماعيه او بطوله متوزعه بشكل كبير ما بين مجموعه من النجوم، وبرضو كل النجوم اللي موجودين فيه ليهم شعبيه كبيره سواء احمد فهمي بطل الفيلم او النجمه لبليفا او روبي. توليفه مختلفه، وبعدين توليفه الفيلم او التيمة اللي مبني عليها الفيلم يعني التيمة محببه عند الجمهور المصري، فكره ان هو حد نصاب دمه خفيف بيجمع مجموعه من النصابين كمان او بيكون عصابه بشكل ما عشان ينفذ مهمه معينه. دي فكره لطيفه ومحببه عندنا احنا كمصريين، يعني هتلاقي عندنا صحيح. عصابه حماده وتوتو، هتلاقي عصابه الدكتور عمر، هتلاقي عصابه عظيمه. التيمه دي دايما موجوده في افلام العصابات معانا بالظبط، وبنحبها شعبيه كبيره. التيمه دي دايما بتتكرر في السينما وبنحبها جدا، من التيمات المحببه جدا للجمهور. طب لو رحنا بقى الفيلم اللعب مع العيال، هو طبعا الاذهان دايما مرتبطه بفيلم اللعب مع الكبار لعادل امام المعروف طبعا. الفيلم ده اللعب مع العيال السنه دي محمد امام بيتعاون مع مخرج كبير زي شريف عرفه، شايف التعاون ده ازاي واللي بيقدمه فيلم اللعب مع العيال؟ شوف والله انا يعني الحقيقه بحب ذكاء محمد امام، يعني هو واخد ملامح كبيره من طريقة تعاطي والده مع السينما، وبيعرف يختار يعني أعمال وقتها. برضو الفيلم لعب مع العيال فيه توليفة مختلفة من النجوم، باسم سمرة يعني ستايل مختلف من اللايت كوميدي. محمد إمام ليه شعبية كبيرة عند الجمهور، دايما لما بيكون الافلام فيها بيشارك عدد من الاطفال بتدي مساحه كبيره لان هو الطفل ياخد اسرته ويروح للسينما، فبالتالي بيبقى قادر على السيطره على الاسره بالكامل لان هو شايف في نفسه جوه الفيلم حد ممكن يكون بيعبر عنه. محمد امام الحقيقه مركز في الفتره الاخيره بشكل كبير على الكوميديا اللطيفة اللي نقدر نقول عليها ان هي يعني كبسولة ضحك كده. طيب اتفضل يا فندم. واعتقد الفترة الجاية هيبقى الفيلم ليه نصيب اكبر من الايرادات. طيب نروح لفيلم اهل الكهف، حضرتك بالفعل اشرت ليه يعني انه مش تيمة او مش نوعية افلام العيد، لكن برضو الفيلم فيه نجوم كبار جدا يعني خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، نجوم مهمين ونجوم يعني في بعض النجوم كمان بتبقى الجمهور واثق حتى في اختياراتهم. مظبوط، هو فيلم اهل الكهف يعني ما هوش من الافلام اللي ممكن يقول عليها ان هو تتناسب مع جمهور افلام العيد، لان انت عارفه جمهور افلام العيد يعني اغلبه شباب ومراهقين معاهم العاديه بيحاولوا يشوفوا فيلم اكشن او كوميدي يضحكوا او يعني يتابعوا تفاصيل مشوقه بشكل او باخر، ولكن بيبقى في ميل اكثر للكوميدي والاكشن اللي هو من نوعيه ولاد رزق. ده طبعا ما يقللش من قيمة فيلم أهل الكهف، بالعكس هو الفيلم مهم جدا ومهم وجوده في موسم عيد الأضحى علشان يبقى في تنوع وفي فرايتي للجمهور. هو الفيلم ممكن نقول عليه إن هو مش مناسب قوي لأجواء العيد، ولكن في جمهور زي جمهور الأسر أو الناس اللي ممكن تبقى محتاجة قصة فيها عنف شوية أو محتاجة قصة فيها ألعاب مختلفة عن فكرة الكوميدي والأكشن. يعني حضرتك شايف يا أستاذ علي إنه لو كان اتغير موعد طرح الفيلم كان أفضل؟
يعني هو ميزة بالنسبة للجمهور، لكن ممكن يبقى عيب بالنسبة للفيلم مع طرح عيد الأضحى، لأن هو ميزة في إن هو الجمهور هيبقى عنده فرايت مختلف يقدر يختار منه، ولكن بالنسبة للفيلم نفسه مش هي يعني فرصة الإيرادات هتبقى ميالة أكتر للأفلام اللي هي من نوعية ولاد رزق واللعب مع العيال الكوميدي الكوميدي والأكشن أكتر. ولكن اعتقد ان هو مع استمرار وجوده في الدور العرض انه هيقدر يحقق ايرادات اكبر، خصوصا بعد انتهاء موسم. صحيح، كمان هو بيقدم فكره جديده وفيها فانتازيا. فبشكرك شكرا جزيلا على القراءه السريعه دي لافلام عيد الاضحى. الناقد الفني والكاتب الصحفي الاستاذ علي الكشوطي، وجبه متنوعه جمانه، فيها كوميدي فيها اكشن فيها فانتازيا في افلام العيد.